أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أيوة الحقيقة يعني بنقول بنرحب بحضراتكم بأنكم يعني شرفتونا يعني، وبنعتذر على اللقاء اللي أجل يعني بظروف يعني خارج عن إرادتنا. وبنعتذر برضه يعني احنا المفروض بلغنا معظم الناس، اللي ما بلغناهوش بالتأكيد يسامحنا برضه لله يعني، ولازم كده كل عمل لازم في حاجات تسقط منه كده. فأنا بقدم اعتذار يعني ما قدرناش نتواصل معاه ونأجل معاه الميعاد الماضي. الحقيقة احنا كنا في المرة اللي فاتت اتكلمنا برضه سريعا يعني عن الحزب، حزب الحرية والعدالة، وقلنا ان الحزب يعني هو ثمرة يعني من ثمرات 25 ثورة 25 يناير. واحنا يعني قدمنا الشكر وما زلنا نقدم الشكر لله عز وجل اولا، ثم يعني لجموع الثوار اللي ربنا يعني جعلهم سبب في اللي احنا فيه واللي غيرنا ان شاء الله يكون فيه، وخير لمصر ويمكن خير للامه الاسلاميه كلها ان شاء الله والعالم العربي الاجمع يعني. ويعني برضه قدمنا يعني تحيه خاصه يعني للشهداء اللي قدموا يعني دمهم يعني ثمرة أو دمهم يعني فداء لهذا الوطن ولهذه الثورة. وإحنا يعني أنا واحد من الناس يعني كنت أتمنى من الله عز وجل يعني لو كان ربنا سبحانه يعني راضي عني يعني لبلغني هذه الأمنية يعني، ولكن يعني إحنا بنتمنى يعني نخش تحت زمرة ده يعني من سأل الله الشهادة بصدق أعطاه الله الشهادة وإن مات على فراشه. يعني إحنا تمنينا على الله وربنا ما منش علينا بهذا الفضل، فإن شاء الله يعني ندعو الله عز وجل لعله ان يكون يعني قد ادخرنا يعني الحاجه ثانيه يعني. وسمعنا كثيرا من علمائنا الصالحين يعني الحياه في سبيل الله اصعب من الموت في سبيل الله، يعني من السهل جدا تتقدم نفسك كلها مره واحده كده، ولكن من الصعب جدا انك تقدم حياتك كلها لله عز وجل. فيعني هو اتكلمنا يعني ان الفتره دهيت يعني فترة تقريبا يعني مصر محتاجة لكل سواعد مصر، مش محتاجة لا محتاجة فئة معينة ولا محتاجة لفصيل معين ولا محتاجة لحزب معين، بل محتاجة لكل أبناء مصر. يعني كل أبناء مصر مسلمين ومسيحيين، الشرقيين ليبراليين عمانيين، كل الايه الدنيا كلها محتاجة يعني، مع اختلافي بقى مع بعض الأرواح والأفكار، ولكن فعلا مصر الآن محتاجة لكل المخلصين بكل اتجاهاته وبكل فئاته، وما فيش فصيل معين يستطيع ان يبني مصر في المرحله دي منفردا او لوحده. وربما نختلف ونتفق مع بعض الافكار، فاتفقنا ان نتعاون فيما اتفقنا عليه وليعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. وقلنا ان الحزب يعني الحزب دوت حزب الحريه والعداله هو حزب مدني ذو مرجعيه اسلاميه. قلنا يعني ايه مدني؟ قلنا مدني يعني هو لا عسكري ولا هو ديني بالمفهوم الايه الغربي اللي هو مفهوم الكنيسه يعني ما قبل الثورات الفرنسيه والثوره الاوروبيه. والحقيقه واتكلمنا على ان الحزب المدني ده هو بيعمل وفقا للدستور والقانون، وما بيفرقش الحزب نفسه ما بيفرقش هو كل المصريين، ما بيفرقش بين جنس او دين او لغه او الى اخره. وقلنا برضو ان الحزب يعني بيؤمن ببعض المبادئ والافكار، منها التدرج. قلنا يعني ان الحزب بيؤمن الاول ببناء الفرد، يعني يكون بناء اسلامي، بناء طيب، بناء صالح نافع. وقلنا ان بناء الفرد دوت بيلزم ان الفرد يتربى، فبالتالي لازم يبقى فيه اسره مسلمه، فبالتالي يبقى فيه مجتمع، فبالتالي يبقى فيه دوله. وقلنا ان احنا بنؤمن بهذا الكلام، نؤمن حريه الاخرين لكل، وبنؤمن بالمواطنه، وبنؤمن بالانتخابات حره ونزيهه. وفي مبادئ عامه للحزب تقريبا حد غيري ممكن يكون اتكلم فيها، برضه انا هذكر فيها سريعا كده، لان النهارده مش مجال كلام لينا احنا، احنا النهارده جايين عشان نستفيد من اخونا الدكتور ممدوح حلاوه، ولكن احنا بنايه يعني بنعرج كده على اللي احنا اتكلمنا فيه. قلنا المبادئ الاساسيه للحزب اللي يعني احنا كمفروض كافراد من الحزب الحريه والعداله المفروض لنا برنامج، البرنامج دوت الناس بتوعهم بيؤمنوا بان الحريه يعني مفهوله لكل الايه لكل المواطنين. وبنؤمن برضه ايضا بالتعدديه السياسيه، ان يعني نؤمن ان يكون في تعدديه سياسيه باحزابها زي ما قلت لحضراتكم، ان كل حزب يقدر يقدم. وبنؤمن المساواه وتكافؤ الفرص، لازم يكون في بين الافراد بين افراد المجتمع المصري لازم يبقى فيه مساواه وتكافؤ للفرص. بنؤمن ايضا برضه بفرضيه تداول المعلومات، ما تبقاش كل جهه حكوميه او كل مكان عنده معلومه يعني نكتم عليها، لا، بنؤمن ان احنا بنؤمن بتداول المعلومات علشان نقدر نحاسب المسؤولين. هو قبل كده اتكلمنا على
كنا تكافؤ الفرص وبرضه التعدديه السياسيه، قلنا ان يكون في احزاب مجتمعه وكثيره بحيث انها تقدر تخدم كل الايه كل مجتمع مصر، وقلنا ان مفيش حد ولا فصيل معين يعني يقدر يعني يصلح ما افسده النظام السابق، ولكن محتاجين لكل الايه لكل القوى السياسيه وكلنا نحط ايدينا في ايدين بعض عشان ننهض بالبلد دهيت، لان فعلا يعني تقريبا يعني العالم كله يعني عينه على مصر، والتجربه المصريه هل هي يعني قبل كده يعني في كان في تجارب، والحقيقه يعني منها افشل يعني كان يعني افشل بشكل او باخر، ومنها يعني اريد له ان هو ما يظهرش من النور، واحنا شفنا مش هنذكر اسماء ومش هنذكر يعني دول، ولكن احنا عايزين في مصر في المرحله اللي جايه ان شاء الله يعني احنا كمصريين نقدم نموذج زي ما العالم كله بيتكلم عن النموذج التركي او النموذج الماليزي، احنا مش اقل من الناس دي ان احنا نقدم هذا النموذج، وان احنا خصوصا احنا عندنا الحضاره وعندنا يعني السابق اللي نقدر ان شاء الله لو مشينا عليه نقدر نقود العالم. ممكن كل الكلام ده قبل كده ربما يكون يعني يظن احد الناس او احد اننا نحن ويقولنا قبل كده يعني احلام الامس حقائق اليوم، ما كانش حد مننا يتصور او يصدق ان احنا فيه، كنا في يوم من الايام بنحلم بيه، ويمكن كنا في يوم من الايام بنحلم بيه وما كانش يعني عندنا يعني الا الايمان بالله عز وجل ان ربنا وعدنا ان احنا لما نجتهد ربنا فعلا هيدينا يعني ثمره هذا الاجتهاد، ما كانش عندنا غير كده غير ان نصدق بوعد الله عز وجل، وربنا فعلا لما وجد يعني الناس اتحركت والقلوب اتحركت وفعلا بقى في ايجابيه، يعني اعتقد ان اللي حصل ده يعني قدر الله عز وجل يعني له فيه يعني الدور الاكبر يعني، واحنا بس كبشر اتحركنا، فعشان كده معيه ربنا سبحانه وتعالى يعني ايه نزلت وحققت اللي احنا كنا كلنا بنتمناه. فمقصود الكلام ان احنا يعني برضو ان شاء الله بنحلم في يوم من الايام ان مصر دهيت ان شاء الله يكون لها يعني قدر وشأن كبير يعني اقليميا وعالميا يعني على مستوى العالم، وده ليس يعني على الله بعزيز. انا قلت لحضراتكم المره اللي فاتت ان في اسباب للاخذ بالحضاره، لها اسباب عشان تاخد بالاسباب دهيت، يعني سواء مسلم او غير مسلم ربنا طالما خد بالاسباب ربنا بيديله نتائج هذه الاسباب، وان ربنا سبحانه وتعالى ما بيجاملش حد في القصه دي، اللي ياخد باسباب النجاح وياخد باسباب التقدم ربنا يديله الايه النتيجه. والله بقى قعدنا بقى يعني نتكل على القديم واحنا اصحاب حضاره 7000 سنه الى اخره، وقعدنا على كده ونمنا على كده، يبقى كده بقى ايه يعني احنا كده يعني زي ما بيقولوا مش عارف بنحرق في الميه ولا ايه، لا ده احنا عايزين نحط ان شاء الله نقاط ونمشي عليها، وان شاء الله يعني انا واثق يعني حتى يعني لو ما قدرناش نوصل للي احنا عايزينه في المرحله دهيت يبقى احنا سلمنا الرايه لغيرنا لجيل تاني يقدر يكمل بعدينا، وان شاء الله يكون له الغلبه، واحنا برضو مش هنحرم من الاجر من الله عز وجل، لان احنا كنا بدايه البنايات، ويعني يمكن زمان كنا قرانا كده يعني على قدر الاساس، على ما تكون انت عايز تعمل بنايه كبيره بتحتاج اساس كبير، لما تكون عايز تعمل بنايه صغيره بتحتاج اساس كده سريع، فاحنا محتاجين بنايه تقود الامه تقود العالم كله، فاذا محتاجين نعمل اساس يعني اساس كبير ومتين، فده ممكن يستغرق يعني يستغرق مننا وقت طويل، فاحنا مش هنسهل ولا هنمل، وان احنا مش عايزين نستعجل او نقطف يعني الثمار قبل النضوج، احنا محتاجين ان احنا نشتغل والنتائج دي على الله عز وجل، والثمره اللي احنا فيها زي ما انا بقول لحضراتكم ديت كانت جهد الناس اشتغلت وتحركت وتمنت على الله عز وجل، ولما اتحركت ربنا ادالها ايه يعني نتائج هذه الاسباب. فاحنا عشان احنا بنامل ان شاء الله بحزبنا ده او بنامل يعني مش عايز اقول لكم بالجلسه بتاعتنا ديت، لا بالحزب بتاعنا ده ان شاء الله ان يكون في يوم من الايام يقود ان شاء الله يعني مش عايز اكون مبالغ لما اقول يقود العالم، ولكن يعني النبي صلى الله عليه وسلم في احلك الظروف لما كان يعني في غزوه الخندق وهو ما يعني مش عارفين يقضوا حوائجهم، وكان واحد بيضرب بالمرزبه وكان يقول مش عارف بانوار ايه وكذا وكذا وكذا، وطبعا قصه سيدنا سراقه ليست بغريبه عن احد، النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيهاجر من مكه للمدينه وسيدنا سراقه كان يعني بيتتبعه علشان ياخد الجائزه، النبي صلى الله عليه وسلم وعده بايه وهو بيهرب يعني شوفوا، فاحنا برضو ان شاء الله عندنا الامل اللي احنا نصل لهذا الامر، وزي ما قلت لحضراتكم يعني حقائق اليوم احلام الايه الامس، وحقائق ان شاء الله وحقائق الغد احلام الايه احلام اليوم. انا مش هطول على حضراتكم زي ما قلت لحضراتكم، يعني انا هسيب اخونا الاخ علي يقول كلمته برضه عشان ان شاء الله اخونا الدكتور ممدوح، وبعد كده ان شاء الله نتداول في
الأخذ والرد في الكلام يعني. ربنا إن شاء الله يتقبل منا ومنكم، وربنا إن شاء الله يجمعنا وإياكم على الجنة ويجمعنا وإياكم على الحق. وأسيب المجال لأخ يعني يتفضل يعني إن شاء الله.